يعني انا اخترت بمطلق حريتي زوجتي وهي كذلك وبقى في اولاد، هل ما يبقاش واجب عليا ان انا ادوس على نفسي علشان الاولاد؟ لا يا سامح، ما هي دي الغلطه اللي بنقع فيها، فكره انه ام هي مرادف لاني اجي على نفسي واعمل حاجات، مش عايزه اقول كلمه تضحيه عشان ما تهاجمش، لكن اجي على نفسي طول الوقت واعمل حاجات ما بتناسبنيش وما بتسعدنيش، ها، عشان خاطر العيال يبقوا مبسوطين. طيب هل ممكن العيال يبقوا مبسوطين واسعداء واصحاء نفسيا من غير ما اجي على نفسي؟ يعني ليه دايما عندنا على فكرة يا شيري، يعني تضحيه، يعني بتيجي على نفسها، يعني بتقهر حالها، يعني علشان خاطر ده كله هيساوي ان العيال تبقى مبسوطه؟ مين قال؟ مين قال؟ مش بالضروره على فكره. هل لما بتشوف الاولاد مبسوطين ممكن العيال تبقى مبسوطه؟ لانهم اتعلموا فكره الهات والخد، العلاقات اللي رايحه جايه، ها، اللي هو ايه، انت تقدم خطوه انا اقدم خطوه، مش انا اقدم مشوار وانت قاعد مستنيني اجيلك لحد رجليك. لا، احنا بنغلط غلطه كبيره جدا في حق نفسنا وفي حق عيالنا، وبنعلمهم علام مش مظبوط، فكره ان ماما لازم تضحي، ان ماما لازم تيجي على نفسها. انت ليه بتاخدي دايما صف الست؟ علشان الست دايما هي اللي تيجي على نفسها. انت دايما انت اللي عمرك شفت راجل بيرجع لمراته وهو مش انا حبيبها؟ شفت رجاله كتير، شفت رجاله بيضغط عليهم بكارت الاولاد، انا مش هوريك الاولاد، انا مش هوريك لا الأولاد. ما هو بيضغط بكارت الا لما تبقى مش عارف ايه. لا لا لا, لا. لما هي بتضغط بتولد لما هي بتضغط انا بتكلم في حاجه لا انا بس هقول لك حاجه، لما هي بتضغط بكارت ان انا مش هوريك الاولاد، هو بيضغط بكارت طب انا مش هصرف على الاولاد غير لما اشوفهم. هو مش مضطر على فكره يرجع لها عشان هي بتضغط عليه بكارت الاولاد ان هو مش هيشوفهم. لا، هي اللي بتبقى مضطر، لان هي اللي المجتمع بيحملها المسؤوليه بتاعه الطلاق، لان هي المجتمع اللي بيحملها مسؤوليه ولادها، تعاستهم وسعادتهم، مش الاب، ولان هي بتبقى مضطره تصرف عليهم لو الاب امتنع عن الصرف عشان هي اتطلقت. ففي كل الحالات دي اساليب ضغط مباشره وغير مباشره. الضغط ان هي ترجع، الضغط على الاثنين. هي انا مش معترضه ان هي ترجع، الضغط على الراجل وعلى الست. وانا مش معترضه على حاجه، هل وهم موجودين احنا ما بنضحيش بحاجات؟ وهم انا ومراتي سعداء مع بعض يا ستي، والاولاد موجودين، هل ما بندش على نفسنا ندوس علشان هم بس الحب موجود؟ طب ما انا بفقد وقت اروح اودي الاولاد. لا، دي مش تضحيات، دي التزامات. التزامات هنرجع ونقول واجبات، دي ما تعتبرش تضحيات. عشان كده بنرجع، هل الواجب، هل لما هي تقول ترضخ للاولاد نظام، هل ده مش من ضمن واجباتها؟ لا ده او من ضمن واجباته؟ لا ده مش واجب. هنرجع نعمل نقطه نظام علشان نرتب الحوار. احنا دلوقتي في اتنين انفصلوا وعندهم ابناء، هل ننصح بعودتهم مره اخرى؟ وهنا هنحافظ على الصحة النفسية للولاد، وهنحافظ على وجود جو أسري سليم يعيشوا فيه وينشأوا فيه. الإجابة النظرية أي نعم، طبعا، يعني الأسرة وإلا ما كناش اتجوزنا وخلفنا. بالزبط، دي مسؤولية. بالظبط، يعني لو الولاد عاشوا في جو أسري سليم أكيد هيطلعوا أحسن. أكيد. بس لو افترضنا إن الجو الأسري ده ناقصوا حتة، ناقصوا حتة أساسية كبيرة، فكرة انه الست دي تكون فعلا سعيدة في هذه العلاقة وهذا الرجل يكون سعيد فعلا في هذه العلاقة، هنا هيبقى فيه جو أسري سعيد وجميل وصحي وكل حاجة. لو ده ما تحققش يا جماعة يبقى المعادلة في أساسها اتضربت. يعني فكرة انه الست تضغط عليها من أبنائها، يا ماما يا ماما ارجعي بقى، ما تحاولي ترجعي انت وبابا. أحيانا كتير الأب ممكن يبقى عنده مبادرات، اللي هو ايه، ما تيجي نرجع، بس بيعملها دائما. يعني انا مش عارفه اقول ايه، بس هو دايما انه هو هيرمي المقترح، والحقيقه انه مش يعني مش خسران حاجه، ما هو كده كده بصرف على العيال وكده كده بعت لهم الفلوس، فيبقوا موجودين في البيت احسن. وعلى الست ان تختار. لو اخترتي علشان بس العيال هم اللي عايزينك ترجعي، هتفشلي تاني، يعني النتيجه واحده، او هتعيش تعيش او يبقى في تفاهم. انا ممكن ارجع عشان الاولاد بس، بس يبقى في تفاهم بقى، مش لازم الحب المطلق، لان مفيش حب مطلق. لا تعالى بقى نتكلم في النقطه مطلق. دي بقى ايوه انا معاك بقى في النقطه دي، نقف بقى واقفه عند النقطه دي. لو قررت ان انا ارجع وادي العلاقه دي فرصه تانية عشان ولادي، ده حاجه تحترم جدا ومجهود يقدر، وده واجب عليا. بس زي ما هي قالت، انا همشي خطوه وانت هتمشي خطوه. تمام. عشان نتقابل في النص. تمام. مش تبقى انت قاعد وتستناني اجي لك، او انت قاعده ومستنيه اجي لك. اوكي، يبقى احنا هنحط نقطه طبعًا. ونشد سطر ونبدا من اول الصفحه
على بياض بقى ايه نتفاهم فين مشاكلنا وازاي نحلها وازاي نقرب لازم. وكاننا بنبدا لازم. علاقه جديده وحياه جديده وكانه راجل جديد وانا ست جديده صح.